حياكم الله من جديد ويا مرحبا بكم باستديو الضفرة بفترته المسائية. الحر وارتفاع درجات الحرارة خاصة في الصيف تحدي جديد للتكنولوجيا، وآخر الاختراعات بهذا الخصوص كان مكيف الهواء الصغير الذي يوضع بالجيب. نحن نسمع عن ساعة ذكية قابلة للارتداء أو سوار قابل للارتداء، أما نحن نسمع عن مكيف قابل للارتداء فهاي جديدة علينا. هذا ما فعلته إحدى الشركات العملاقة بالإعلان عن تكييف الجيب ريون بوكيت. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نلتقي بضيفنا في الاستوديو مهندس الشبكات الأستاذ أحمد النقبي. يا أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا. بداية، شو رأيك في حجم جهاز ريون بوكيت؟ هو الجهاز يعني يماثل في حجمه ريموت المكيف أو جهاز التليفون الصغير، أو أحيانا نقدر نشبهه بجهاز الماوس الصغير بالكمبيوتر. حجمه ما بيتعدى 85 جرام، والحجم مش كبير زيادة يعني، وحجمه مناسب لأنه بيوضع بمكان مناسب وما بينحس فيه بثقله يعني. نعم. طيب، بما أن الجهاز يوضع في الجزء العلوي من الجسم، هل باعتقادك أن الجهاز يبرد فقط الجزء العلوي من دون الأجزاء السفلية؟ هو طبيا في أماكن في جسم الإنسان إذا تعرضت لدرجة حرارة أو حرارة البرودة معينة مباشرة، هي تأثر على باقي الجسم، وهي المنطقة اللي بيوضع فيها الجهاز بين الكتفين أسفل الرقبة، هي أكثر منطقة حساسة تعرض فيها البرودة، لأن الأوردة الدموية اللي فيها حساسة. أي اتصال مباشر بهذه المنطقة هي كفيلة منها تبرد باقي أجزاء الجسم وتعوض يعني عن باقي المناطق الموجودة في الجسم. طيب، بما شو هي توقعاتك في نجاح هذا الجهاز إذا وصل للشرق الأوسط؟ هو الجهاز يعني ككونسبت اختراع ممتاز، وبيغنينا يعني بيستخدم في وايد أشياء. إذا وصلنا في الشرق الأوسط راح يفيد الأعمال اللي تتطلب بالشغل في الميدان كشرط المرور، العمال في الشارع، بيكون اختراع يعني مفيد. يعني تحس أنه له مستقبل إذا وصل في الشرق الأوسط؟ أكيد هل له مستقبل، درجات الحرارة المرتفعة عندنا أكيد له مستقبل. طيب، ليش اختاروا الجهة العلوية من الجسم؟ لأن هي مثل ما قلت هذه المنطقة بين الكتفين أسفل الرقبة، هي المنطقة حساسة تبرد الجسم. الأوعية الدموية الموجودة هني في هالمنطقة إذا تعرضت إلى اتصال مباشر درجة برودة أو حرارة حتى، إنها كفيلة تبرد الجسم بسرعة يعني. الجهاز ريون بوكيت هل هو يتحمل درجات الحرارة العالية؟ هو الجهاز مصمم مثل التصاميم الموجودة على أجهزة التكييف اللي تستخدم الثيرمو إلكتريك باور، وأكيد فيه يعني صمامات أمان، وبيقدر يشتغل في درجات الحرارة العالية، ويقدر يعني يحافظ على مستوى كفاءة نقل الحرارة والبرودة. هل تشوف أن هذا الجهاز مثلاً أنه جهاز عملي أن كل شخص يقدر يستعمله؟ هو الجهاز راح يكون بسيط يعني، بيكون مقترن عن طريق التطبيق الذكي في الهاتف. نعم.
يعني تشبكها ويا التليفون على التليفون. نعم بيكون مشبوك واستخدامه راح يكون سهل لان التطبيق بيكون سهل ويعني اي شخص بامكانه انه يستخدمه وعملي يحتاج انه هو بيكون يستخدم الفانيلة الداخلية للجهاز نفسه الخاص فيه. نعم. عشان يسهل عملية تبريد الجسم خلاله. أنا سمعت أن الجهاز تقريباً أن البطارية ما تدوم أكثر عن 90 دقيقة. هي هذا المعلومات المتوفرة حالياً عن شبكة الإنترنت ومن خلال الشركة نفسها أن وقت الستاند باي راح يكون 24 ساعة واحتمال أنه يكون وقت تشغيله ما يتعدى الساعتين أو 90 دقيقة. يعني لازم إذا انتهت البطارية لازم تروح تشارج. إن شاء الله هذا يعني نتمنى من الشركة أنها توفر بطاريات استبدال تدوم أكثر. تدوم أكثر وأنها تستبدل بسهولة يعني عشان نستخدم الجهاز بأطول مدة ممكنة توفر هذه الأشياء. وفرت بطاريات إضافية نقول مثلاً. طيب أنا سمعت أن الشركة نفسها المنتجة سوت جمع تبرعات، بما أن هاي الشركة قادرة أنها تتكفل بنفسها أنها تقوم بحملات دعائية. هي الشركة فتحت منصة جمع التبرعات عن طريق الجماهير من 4 سنين. هي فتحت هذه المنصة عشان هي تقدر تجمع تمويل حق مشاريع خارج منتجاتها المألوفة. نعم. بهذه الطريقة تقدر هي تستمر بتقديم منتجات وبنفس الوقت تجمع تمويل حق منتجات غير المألوفة اللي هي تسويها متعودين عليها من نفس الشركة. هل تعتقد أن هذا الجهاز فقط لأن مثل أي جهاز جديد أنه توه مخترع ماخذ ضجة أو أنه بيستمر نفس الايفون ولا هو اختراع مهم ومفيد يعني بارتفاع درجات الحراره حاليا في الدول العربيه سواء في الدول الاوروبيه واختراع راح يكون مفيد والكل بيتطلع له وانا شخصيا اتطلع له لاني محب للتكنولوجيا والتقنيه. جميل. بس ما استبعد انه راح يكون له سلبيات مثلا. من شو سلبيات الجهاز؟ سلبياته مثلا انه يعتمد على توليد الطاقه بالاحتكاكيه الثيرمواليكتريكال. اوكي. من واحد من سلبياته انه في الجهه المعاكسه للجهاز لما يولد بروده فمقابل في حراره تتولد من الجهاز فنقول مثلا في وسائل المواصلات العامه في القطار. نعم. في الباص يعني راح يؤذي الناس اللي حوالين الجهاز يمكن يولد حرارة. بس هل الجهاز انتشر بما انه انتشر في الخارج في شريحة جربت الجهاز ما لاحظوا انه في مشاكل صحية مشاكل هو الجهاز واجهوها. حاليا ما توفر للعامية. متوقع صدوره 2020 شهر 3 مارس. نعم. ان شاء الله. وين هذا في اليابان بيكون حصريا اول شيء في اليابان فمن ينزل الجهاز عندهم احنا راح نسمع منهم الفيدباك والمشاكل المتعلقه في الجهاز واي ملاحظات ثانيه بخصوص الجهاز والتكنولوجيا اللي فيه. تكاليف الجهاز هل تحس ان كل حد قادر ان الجهاز يعني كل حد يقدر يشتري الجهاز؟ هو الجهاز يجي بنسخه قياسيه ونسخه افضل شوي من القياسيه. فالنسخه القياسيه تبدا ب $117 هو مبلغ في متناول يد الجميع على ما اعتقد يعني من 430 الى 640 درهم تقريبا اللي هو الاعلى منه بيكون في مواصفات اكثر. النسخه القياسيه فيها يعني مواصفات ممتازه. نعم. 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 تغني عن النسخه الاعلى منها فالسعر يبدا السعر اللي تبدا فيه يبدا في الجهاز تقريبا من 430 الى 640 ممتاز. سعر في متناول متناول لان مكيف متنقل يعني وحجمه الصغير لا ننسى الحجم الصغير. طيب اذا الجهاز نزل هل انت بتشتري الجهاز يعني ولا ان شاء الله في خلال اذا توفر عندنا في المنطقه الشرق الاوسط او حتى يمكن نورده من اليابان يعني كم محب متابع تنصحنا الناس يشترونه يجربونه نجرب احنا اول شيء. شو الفئه اللي انت تشجعهم انهم ياخذون الجهاز هذا؟ انا الصراحه الجهاز اشجع الفئات اللي تعمل في الميدان اخواننا الموجودين في الميدان العمال شرط المرور. صح. الجهاز يعني راح يخدم هذه الشريحه من الموظفين في ظروف الحر
المر فيها هنا. كل الشكر لك ضيفنا في الاستوديو أحمد النقبي، مهندس الشبكات، على هذه المعلومات الجميلة. مستمرين وياكم مشاهدينا، لكن بعد الفاصل.